يا حياكم الله من جديد. الكل ينتظرها كل أحد، سارة الكندري اختصاصية التغذية العلاجية راح تكلمنا اليوم عن شيء يمكن يعاني منه بعض الناس، وإن شاء الله عليهم الصحة والعافية يا رب العالمين. جرثومة المعدة، ربي يحفظكم من كل شر يا رب العالمين. يسعد صباحك. يسعد صباحك غادة. سلمت. يمكن احنا اليوم ناولين موضوع مرضي، ويبقى الله يبعد المرض عن كل يا من رب يا يشاهدنا، رب. بس انطلب مني صراحة في وسائل التواصل الاجتماعي، وحاليا وزارة الصحة مشكورة قاعد تقيم حملة توعية عن هذا المرض اللي هو جرثومة المعدة، فحابين نحط النقاط على الحروف يا ونوضح ريت. الموضوع حق بعض الناس. يا أول شيء، شنو هي جرثومة المعدة؟ هي بالعربي يطلق عليها الجرثومة البوابية الملوية، وياي طبعا من طريقة يا شكلها خلج اسمها. بالضبط. بالانجليزي بعد اغلج اسمها هيلوباكتر بايلوري. هي نوع من البكتيريا تكون موجوده بصوره كامنه في المعده، لكن ممكن تقريبا في 80% من الحالات ما يكون لها اعراض، فما تسوي اي مشاكل. حلو. لكن من 15 الى 20% ممكن تخترق جدار المعده او ال 12، وتسبب زياده في حموضه المعده او قله في حموضه المعده، فتاثر عليها مما ياثر على صحه الجهاز طيب الهضمي. شلون تصير سارة؟ شلون تجي هذه الجرثومة؟ شلون هذه تتكون؟ الجرثومة تنتقل. يمكن من أفضل وسائل الوقاية هي الحفاظ على النظافة العامة وتناول المأكولات النظيفة، من وسائل انتقالها تعرض المياه الملوثة، تعرض للأكل الملوث. فعشان كذي يمكن شيء وايد نستسهله عملية غسل الإيد، لكن للأسف هو شيء احنا ما قاعد نطبقه بصورة صحيحة. في دراسة، معي صورة هذه صورة هذه. للجرثومة الاتش بايلوري او هيليوباكتر بايلوري، وهي يكون مكانها في المعدة. فللأسف لما تلتصق في جدار المعدة، وحتى احنا قلنا 10 الى 20% من الحالات ممكن تسوي قرحه في المعده، او 12 1% من الحالات ممكن تسوي سرطان في المعده، فالنسبه قليله لكن للاسف ممكن تاثر وتسوي سرطان للمعده. للاسف يعني 3.2% بالكويت في نسبة سرطان المعدة. حلو. تقريبا في دراسة سووها بالكويت عام 2010 شافوا أن 50% من حالات المصابة بعسر الهضم، فناس ممكن يحسون بعسر الهضم لكن ما يعرفون شنو السبب، شافوا أن 50% منهم سبب وجود جرثومة المعدة، وعلاجها جدا بسيط. يعني علاجها ممكن يصير خلال أسبوعين، يأخذون كورس مكثف من الأنتيبيوتيك ومضادات الحموضة، وتروح تالي على طول فعلاجها جدا سهل. ممكن يحسون بعض الأعراض. من الناس اللي ننصحهم بأن يروحون حق التشخيص؟ طبعا يحسون بعض الاعراض مثل حرقان او الم في المعده. حلو. عاده لما تكون موجوده في المعده او مؤثره على المعده بصوره اكبر، هالحرقان يجي وقت الاكل. لكن لما تكون مؤثره على الاثنى عشر، الحرقان والالم يجي في الاوقات اللي ما ناكل فيها، فبين الوجبات، ويشتد في الليل خاصه. طيب ساره، يمكن معانا الحين مجموعه من العينات الاكل اللي انت جايبتها معانا، شنو الاكلات اللي لازم اللي يعني مصاب بهذه الجرثومه ياكلها، وشو اللي لازم يبتعد عنها؟ خلينا نبدا بالاشياء اللي يبتعد عنها. حلو. اللي هم احنا عندنا القهوه، وعندنا الاشياء اللي تسبب الحموضه مثلا الصلصات، الكاتشب، الاشياء انت ضربت الحامضه. على الوتر الحساس اغلبهم. هذه الاشياء في ناس ترى يعتقدون ان هي اللي تسبب الجرثومه او القرحه. لا، هذه الاشياء هي تهيج العمليه اذا الجرثومه موجوده. ففي فتره المرض او الحدوث او وجود الجرثومه اللي نبتعد عنها، التدخين ايضا ممكن ياثر حتى على كفاءه العلاج فنوخر عنه. وايضا الاسترس، هذه الاشياء مو مسببه لقرحه المعده كثر ما هي عوامل مساعده مهيجه. من الامور اللي ننصح الناس يستهلكونها ويركزون عليها، وهذه الامور يمكن احنا مرارا وتكرارا نكررها لانها تدعم الصحه بشكل عام. فيتامين سي. فيتامين سي وين موجود؟ في الفلفل البارد والفلفل الحار ايضا بصوره كبيره من الخضار، بالكيوي. حلو. بالحمضيات، وايضا بالفراوله وغيرها من انواع التوت. حلو. من الاشياء اللي انصح الناس تكون ستيبل وتكون موجوده بشكل يومي في نظامهم الغذائي، الروب، خاصة فترة العشاء وايد احبه كاختيار. الروب ضروري. الروب ضروري، ويكون النوع المدعم بالبكتيريا النافعة. هذا أوكي. شافوا انه يدعم بصورة كبيرة الصحة بشكل عام، وخاصة صحة الجهاز الهضمي. حتى الهضمين. اللبن طبعا. حتى اللبن، وخاصة سارة. الانواع، يعني اذا انا محتارة بين كذا ماركة اميل حق النوع اللي مدعم بالبكتيريا النافعة، والحين الحمد لله منتجات محلية ومن دول الشقيقة موجودة مدعمة بالبكتيريا. صحيح. النافعة. بالضبط. ايضا من الشيء اللي جدا مهم يدعم الصحة ويدعم صحة الجهاز الهضمي، الالياف، خاصة الألياف الغير مذابة اللي موجودة. وين موجودة؟ بالشوفان، يعني نتريق شوفان أو نتعشى شوفان تكون ممتاز. والحبوب الكاملة عندنا هني، العيش، العيش الأسمر اللي الناس اللي تحب العيش
تاكل العيش الاسمر هذا وايد لذيذ بصراحه. وايد لذيذ وفعلا يدعم صحه الجهاز الهضمي وتكون البكتيريا. يعني ياخذ الواحد طاسه صغيرونه منه يحس بشبع، غير الابيض يمكن يترس له صحن وما يحس بشبع. وايضا البقوليات بشكل كبير ايضا من الاشياء اللي تدعم صحه الجهاز الهضمي. حلو. ايضا احنا قلنا القهوه وايضا المشروبات الكحوليه من الاشياء اللي تهيج الجهاز الهضمي، لكن عندنا الشاي الاحمر والاخضر من الاشياء اللي ممكن تهدي الجهاز الهضمي وبالعكس تعتبر من الامور الايجابيه اللي تدعم صحته. ايش كثر ممكن يشربون الشاي الاخضر في اليوم؟ انا احب الشاي الاخضر بمعدل 3 مرات في اليوم، يكون معدل معتدل وايضا لا فوائد ايجابيه على الصحه. وايد حلو وايد حلو. يمكن هذه من الاشياء اللي لازم الواحد ياخذها بعين الاعتبار. طيب في ناس تقول لك اخذ فيتامين سي اللي هو الاقراص الفواره واخذ لي 1000 جرام باليوم وخلاص اكتفي. طبعا هذه الجرعه تعتبر جرعه علاجيه كافية. ممتازه او وقائيه ممتازه. لكن دائما امتصاص المواد الغذائيه المفيده الفيتامينات والمعادن من الغذاء دائما يكون افضل منها من الاقراص الفواره او حلو. الفيتامينات والمعادن، فما نهمل الاكل اذا احنا قاعد ناخذ فيتامينات وايد المعادن. حلو. شنو تنصحين المشاهدين حاليا خاصه اللي يعانون من هذه الجرثومه؟ اذا يعانون من اعراض اللي احنا قلنا مثل حرقان او الم، انتفاخ، تكرر تجشؤ، اذا كان عندهم نقصان وزن بفتره سريعه بدون سبب. هذه الصوره معانا على الهواء ساره كانت هذه تبين المراحل او الاشياء نواتج جرثومة المعدة، ممكن تكون بدون أعراض مثل الحالة الأولى، وهي طبعا صور من منظار. الحالة الثانية اللي هو القرحة اللي موجودة بالمعدة وفي الاثنى عشر من 15 إلى 20%، أقل من 1% ممكن تسوي سرطان المعدة. فأي واحد عنده أعراض الحين بعدين وزارة الصحة مشكورة بالمسح الصحي في منطقة الجهراء الصحية والفروانية الصحية، وأيضا راح ينتقلون إلى باقي المناطق الصحية، فيلجؤون حق وزارة الصحة أنه ممكن يسوون الفحص في مراكز الرعاية الأول حلو. أو من خلال الحملة اللي قائمة حلو. حالياً. سارة يمكن سؤال يتبادر للذهن، اللي يعانون من هذه الجرثومة، هذه الجرثومة بعد العلاج تروح مرة واحدة ولا لها عملية جراحية أنها تنزال بالجراحة؟ لا تروح وتتشافى بعد تقريبا أسبوعين من العلاج، والاهتمام بنوعية الغذاء أيضا من الأمور الوقائية، والاهتمام بالنظافة وغسل الإيد من الأمور الوقائية. سارة الكندري أسعدتينا، شكرا لك، وجودك دائما جميل ورائع، وأتمنى إن شاء الله نلتقي فيك يوم الأحد الجاي بأخبار صحية جديدة بإذن الله. شكرا سارة. بنروح حق نجيب القحطاني، ما أدري وين موجود حاليا، ما أدري شو عنده، ما أدري شو قصته، لكل هواي نجيب.